مع كون الشغف بأعلى درجاته نعود الآن إلى الورشة حسناً ونصطدم بالواقع للأسف. لا تهش ولا تسترد النظر أيضا. يا إلهي منذ الأنفاس لا أستطيع المقاومة. إنه خزان الوقود. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. لكن هناك أمر أكثر أهمية. تعال والق نظرة. براغي تثبيت موجودة في كل مكان. انظر. ماذا؟ براغي تثبيت؟ ثبتت هذه النهاية الخلفية بكاملها بوساطة براغي تثبيت. لماذا فعلوا ذلك؟ لأنها رخيصة فاستوجد طبقة خارجية من الألومنيوم. أما الداخل فهو من الفولاذ. لا يمكن لحامهما معا. هل فهمت؟ تماما. والتي لا يفترض أن تتواجد هناك وهي ليست مثبتات هيكلية في هذه الحالة. هذه الطبقة الخارجية هي جزء من السيارة. صحيح. ما الذي يحدث إذا حصل حادث؟ حسنا، عندما يحدث ذلك ستخرج هذه البراغي من مكانها، مما يعني أن مقصورة الركاب الداخلية ستتحطم. هذه السيارة فخ خطير مميت. تضم هذه السيارة قائمة بالثقوب، سببها الصدى وبحاجة إلى الكثير من الإصلاحات، كما أنها تفتقد الكثير من القطع. ستحتاج هذه السيارة وقتا طويلا لتصبح في وضع جيد. أخذ الشابان سيارة سان بيم ألباين المملوكة من قبل راي والتي تعود إلى حقبة الستينيات. كانت فيما مضى سيارة عصرية رائعة ذات مقعدين، أما الآن فإنها ليست عصرية ولا رياضية وتحتوي على مقعد واحد وحسب. تتطلب هذه السيارة الكثير من العمل، لكنك أنت المسؤول عن قسم الأجزاء. شاهد ما تبقى من محرك السيارة أياما أفضل من هذه، ويبدو أنه يحتوي مجموعة كاملة من التروس ذات المنشأ غير المعروف. وحتى تم خبير القطاع بدأ يشعر بالقلق. تقل القطع التي يجب أن توجد فيها كلما نظرت إليها. بالكاد فيها شيء سليم. لم تحضر كل السيارة إلى هنا. هل أحضرت قطع سيارة مصنوعة من الكروم؟ أهي جيدة؟ أحضرت بعضا منها. حسنا. المقاعد؟ لا. المقاعد؟ هل أحضرت عجلات أصلية؟ لأن هذه ليست أصلية. تلاحظ أنها لا تلائم مكانها. بالضبط. لا.